تعالوا بقى نبتدي في ان احنا نعمل ماتلاب implementation لل frequency domain filtering. تمام، هلاقي احنا عندنا في فولدر اسمه frequency filter. ده بكل بساطة احنا عندنا زي ما انتوا شايفين كده صورة بتاعت لينا. تمام، دي كده ممكن نقراها، نكتب i equal image read لها لينا دوت بي جي ام. تمام، هنلاقي ان احنا عندنا دي الايمج بتاعتنا 512 في 512 unsigned integer 8. يعني زي ما هنشوف واضح كده ان هي طالما هي لير واحدة و unsigned integer 8 يبقى واضح انها جري. تمام، تعالوا نبص عليها. تمام مظبوط، هي المفروض انها يعني unsigned integer 8، يعني معنى كده ان هي من 0 ل 255، والسايز بتاعها 512 في 512. تمام، طيب عظيم جدا. دي كده الايمج بتاعتنا. المفروض ان احنا عايزين نعمل فيها ايه بقى؟ عايزين نعمل عليها نطبق هاي باس فلتر ولو باس فلتر. فاحنا عارفين ان اللو باس فلتر المفروض ان هو بيعمل لنا سموزنج، والهاي باس فلتر المفروض ان هو بيعمل لنا شاربنينج. تمام، يعني لو بصينا هنا كده الصورة دي شوية. طيب ده المفروض ان احنا بنعمل لو باس فلترنج، مرة عملناه بباتر وورث ومرة عملناه بالجاوسيان فلتر. ودي كده المفروض الصورة الأصلية بتاعتنا اللي احنا كنا لسه شايفينها من شوية. فدي كده الصورة بعد الفلترنج، ودي الصورة قبل الفلترنج. تمام، فاحنا المفروض عايزين نوصل لحاجة زي كده، وعايزين كمان نجرب ان احنا نعمل هاي باس فلترنج. متوقعين المفروض ان هو يطلع لنا الايدجز من الصورة. واضح ان هو الى حد ما هي الصورة فيها ايدجز كتير قوي، فالى حد ما يعني كان مطلع الايدجز اللي موجودة في الصورة. ده باتر وورث فلتر وده جاوسيان فلتر. طيب عظيم جدا، تعالوا نشوف بقى الكلام ده ممكن نعمله ازاي. طيب بكل بساطة المفروض ان احنا اول حاجة هنقرأ الصورة زي ما كنا عملنا من شوية. جميل، بعد كده محتاجين ان احنا نعرف السايز بتاعها قد ايه. جميل، اللي هو بالنسبة لنا هيبقى ال R وال C. طيب عظيم جدا، هنلاحظ ان احنا حولناها دبل. هي المفروض كانت unsigned integer 8، هنحولها لدبل. ده سببه ايه؟ سببه ان احنا هنيجي قدام كمان شوية نعمل شوية عمليات حسابية. زي يعني المفروض تعالوا نفتكر كده الخطوات بتاعتنا في الفلترنج. دي كده كانت الخطوات لو فاكرين. دي الصورة الأصلية، الصورة الأصلية بعد كده بنعمل لها بادينج. تمام، احنا قلنا هنستخدم فلتر هيبقى نفس السايز، فبالتالي يعني كأننا ضعفنا السايز بتاع الصورة. عملنا البادنج بتاعنا، كنا قلنا في السيشن سبب البادنج ده ايه. وبعد كده مهورنا احنا ضربنا في سالب واحد باور اكس بلس واي. تعالوا نقف لحد الحتة دي وبعد كده نرجع للكود. فحتة ان احنا بنضرب في سالب واحد دي ما ينفعش اعملها وانا شغال unsigned. unsigned يعني انا ما عنديش اشارة اصلا، فمحتاج ان انا اخليه دبل بحيث ان انا هعمل عليه عملية حسابية زي ان انا اضربه في سالب واحد. واشتغل بقى على القيم نفسها بتاعت الصورة. تمام، يعني من هنا لهنا عملت
بادنج، ومن هنا لهنا ضربت في سالب واحد باور اكس بلس واي. طيب فبكل بساطة المفروض ان انا اول حاجة حولتها دبل، وبعد كده المفروض ان انا جبت السايز بتاعي اللي هو الار والسي، اللي هو بالنسبة لي عدد الروز وعدد الكولومز، وبعد كده خدت رقم ضربته في اتنين، يعني هي بدل ما كانت ام في ان، تمام، ام في ان بقت بي في كيو، بي في كيو. فهو ده اللي احنا عملناه، جبنا الام والان، يعني ممكن نسمي دول كده ايه، ام وان، تمام، وجبنا منهم البي وكيو ان هم ضعف الام والان. طيب عظيم جدا. بعد كده المفروض ان احنا عملنا ايه، عايزين نعمل البادنج بتاعنا. فالبادنج هنعمله في البي ايمج فاريبل، اللي هو بي ايمج ده المفروض ان احنا في الاول عاملين له initialization بزيرو، يعني احنا حاطينه كله بصفار، وبعد كده عايزين ناخد الجزء ده كده نخليه بنفس قيمة الايمج نفسها. فهنلاقي ان احنا عاملين لوب، تمام، او تو لوبس بقى، لان احنا شغالين 2D. اللوب المفروض انها شغالة معانا من واحد لام، يعني في الاتجاه ده، واللوب التانية شغالة من واحد لإن في الاتجاه ده كده، تمام. أنا واخد الجزء ده والجزء ده بس، لأن أنا عايز، المفروض إن أنا عندي ال B image اللي هي دي عبارة عن صفار بس في ال إيه، يعني كل ده صفر بالنسبة لي. أنا عايز بقى الجزء ده اللي هو بتاع ال M وال N، ال M في ال N دي أساويه بده عشان في الآخر يطلع لي الصورة الجديدة دي، تمام. فبكل بساطة أنا بساوي ال B image بال C image اللي هي كانت كنا محولينها من uint 8 لدبل، تمام. الكلام دوت من M ل N، ومفروض كده في الآخر يطلع لي ال B image بالشكل ده كده. في الجزء اللي هو ال M في N الأولاني يطلع لي هو الصورة الأصلية، والباقي كله بصفار، تمام. طيب عظيم جدا. عندنا في الجزء بقى بتاع ان احنا بنضرب في سالب واحد باور اكس بلس واي، ده هنعمله ازاي؟ بكل بساطة هنعرف برضو variable هنشغيزه بزيرو، السايز بتاعه بي في كيو برضو، والمفروض ان احنا هناخد بقى دي اللي هي بي ايمج، ونضرب كل بكسلاية فيها في سالب واحد باور اكس بلس واي. الاكس والواي بتوعنا اللي هما الاي والجي هنا، تمام، الاي والجي بتوعنا هم كانهم الاكس والواي. احنا عندنا الاكس والواي، الاكس من واحد من واحد لام، هو كده كده الباقي ده بصفار، يعني لو خليتها من واحد لام او من واحد لكيو، هو المفروض ناحية كيو بي في كيو، تمام، اسف، دي كده بي ودي كده كيو. فلما لو خليتها من واحد لام او من واحد لبي كده كده مش هتفرق، الجزء ده بصفار، لو اتضرب في اي حاجه هيبقى بصفر برضه، تمام. فهنا للتسريع شويه فمخلينها من واحد لام، من واحد لان بنضربهم في، ناخد اخر حاجه وصلنا لها، بنضربها في سالب واحد باور اكس بلس واي اللي هي بالنسبه لي اي بلس جي، تمام. ده كده قبل ما اروح بقى للفريكوانسي دومين اصلا، تمام. الكلام ده بنعمله قبل ما اروح للفريكوانسي دومين. عظيم جدا. زي ما كنا قلنا في فانكشن اسمها اف اف تي 2، دي المفروض انها بتجيب لنا ال 2 دي اف اف تي بتاع الايمج بتاعتنا. فهناخد الكي ايمج اللي هي دي ونروح بيها عشان نجيب السبيكترم بتاعها. كده احنا جبنا الاف اف تي بتاعها مظبوط، كده احنا وصلنا للنقطة دي، تمام. يبقى عندنا الفريكوانسي بتاع الايمج اللي هو ده كده السبيكترم بتاعنا اللي احنا عايزين نوصله. بعد كده المفروض ايه اللي احنا نعمله؟ نديزاين الفلتر بتاعنا، تمام. هنديزاين الفلتر بتاعنا وبعد كده نضرب السبيكترم بتاع الايمج في الفلتر عشان في الاخر نطلع الفلترد ايمج في الفريكوانسي، تمام. عايزين نطلع الفلترد ايمج في الفريكوانسي، بعد كده نرجع بقى للسبيس. عظيم جدا. طيب يبقى دلوقتي احنا وصلنا للديزاين بتاع الفلتر، لان احنا عندنا في لايبراري كده او في مجموعه فانكشنز
المفروض ان احنا هنستخدمهم علشان نعمل ده كده لو باس فلتر، في جاوسيان لو باس فلتر، وفي باتر وورس لو باس فلتر، وفي هاي باس فلترز جاوسيان وباتر وورس برضو، وفي هاي بوست فلترز. دول لو تفتكروا معايا في السيشن كنا اتكلمنا عنهم هنا كده. هاي بوست فلتر هو بيبقى هاي باس فلتر، ومفروض ان انا محافظ على جزء الدي سي، كنا اتكلمنا على النقطة دي في السيشن. تمام، طيب عظيم جدا. فتعالوا في الاول نشتغل على اللو باس فلتر. تعالوا نشوف كده ايه عايزين نديزاين جاوسيان لو باس فلتر. فتعالوا نروح للو باس فلترز ونشوف ايه اللي بيحصل. ده كده اللو باس فلتر، ده الايديال لو باس فلتر. تعالوا نبص على الفانكشن اللي هي اسمها جي ال بي جاوسيان لو باس فلتر، نشوف بيعمل فيها ايه. المفروض ان هو بياخد الايمج في الفريكوانسي وبياخد الثريشولد. لو فاكرين في الجاوسيان كان المفروض ان احنا عندنا الفاريبل الوحيد هو الدي نود او الثريشولد بتاعنا. تمام، طيب عظيم جدا. فالمفروض ان هو بياخد الايمج بتاعتنا، لان احنا هناخد احنا يعني اولا طبعا هنديزاين الفلتر، بعد كده الايمج اللي هي في الفريكوانسي، هنضرب الفلتر في السبيكترم بتاع الايمج عشان نطلع في الاخر الريزلت. ده كده بكل بساطة. طيب عظيم جدا. في الاول ايه اللي هنعمله؟ هجيب بس السايز بتاع الايمج اللي جاي لي، اللي هو بالنسبة لي البي والكيو، وهسمي الثريشولد اللي جاي لي دوت دي نوت. تمام، عظيم جدا. ماشي، هعرف اتنين فاريبلز دي و اتش. ايه دول؟ ال اتش احنا عارفينه، اللي هو في الاخر هيبقى الفلتر بتاعنا، هيبقى السايز بتاعه بي في كيو. تمام، فهن initialize بزيرو. طيب ايه الدي بقى؟ الدي اللي هو هنا ده، الدي ده المفروض ان هو البعد ما بين اي نقطة والسنتر بتاع الصورة. ده كان موجود هنا كده. دي كده المعادلة الايكويشن بتاعت الدي بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان احنا عندنا اي نقطة يو في، اي نقطة في السبيكتروم بعدها قد ايه عن السنتر، اللي هو بي على الاتنين وكيو على الاتنين. النقطة دي السنتر، البي على الاتنين وكيو على الاتنين، انا بشوف اي نقطة بعدها قد ايه، بطرح جيب سكوير، اطرح جيب سكوير، وكل ده تحت الروت سكوير روت. يبقى انا كده جبت المسافة ما بين السنتر وما بين اي نقطة موجودة عندي هنا. فده كده الفاريبل بتاعي اللي هو الدي. طيب عظيم جدا. بكل بساطة هعمل برضو فول لوبس كده من الاي من واحد لبي، والجي من واحد لكيو، والدي عبارة عن ايه؟ زي ما قلنا كده السكوير روت بتاع يو ماينس بي على الاتنين، اللي هي بالنسبة لي كانها يعني اكس او الاي، اي ناقص بي على الاتنين كل تربيع، زائد جي او اللي هو بالنسبة لي كأنه الفي ناقص كيو على الاتنين كل تربيع. كل دوت بجيب السكوير روت بتاعه، يبقى انا كده جبت الدي بتاعتي. نرجع بقى للإكويشن بتاعت الجاوسيان لو باس فلتر. المفروض ان هو اكسبوننشال نيجاتيف دي سكوير على 2 دي نود سكوير. طيب يبقى الاتش بتاعتي هعمل برضو 2 فور لوبس ظراف كده، من واحد لبي من واحد لكيو، وعندي الاتش المفروض انها اكسبوننشال نيجاتيف الدي اهو سكوير على 2 في دي نود سكوير. ده كده بكل بساطة الديزاين بتاع الفلتر بتاعنا. طيب احنا عايزين نطلع الريزلت، انا مدخل الايمج بتاعتي زي ما كنا قلنا في الستيبس بتاعتنا، ان انا عندي الفلتر اهو وعندي الايمج اهو. احنا كنا وصلنا للايمج دي بنديزاين الفلتر، خلاص عملنا له ديزاين، جبنا الدي وجبنا الاتش من الدي بالايكويشن بتاعتنا، ان احنا دلوقتي شغالين جاوسيا. عظيم جدا. بعد كده بقى عايزين نضرب الاثنين دول في بعض. فبكل بساطة هقول ان الريزلت هو الاتش في الام، الفلتر نفسه في الايمج اللي جايه لي، والايمج طبعا اللي جايه لي دي المفروض في الايه، في الفريكوانسي اصلا. فبضرب الاثنين دول كده في بعض في بكل بساطه. طيب عظيم جدا. يبقى انا كده وصلت لفين؟ وصلت للنقطه دي. الريزلت بتاعي هو حاصل ضرب الفلتر في السبيكترم بتاع الايمج بتاعي اللي هو ده.
خلاص كده احنا عدينا على الفانكشن بتاعتنا. بعد كده هعمل ايه بقى؟ عايز ارجع للسبيس، ارجع للسبيشال دومين، هعمل اي اف اف تي 2، تمام؟ ده الانفرس دي اف تي في 2 دايمنشن، يطلع لي الانفرس فريكوانسي بتاع الامج. طيب عظيم جدا. ملحوظه، زي ما كنا قلنا انا هنا ضربت في سالب 1 باور اكس بلس واي، فعشان اشيل الافكت ده فمحتاج اضرب الايمج دي في سالب 1 باور اكس بلس واي برضو، عشان سالب 1 مع سالب 1 يدينا 1، و1 باور اي حاجه هيدينا 1، تمام؟ فهعمل نفس الكلام، ان انا هاخد الايمج اللي انا عملت لها انفرس فورير وهضربها في سالب 1 باور اكس بلس واي، تمام؟ بعد كده بقى المفروض ان انا هقصها، هاخد الجزء ده هشيل البادنج، بان انا ايه هعمل بقى لوب من واحد لام، واحد لام، من واحد لام، من واحد لام، تمام؟ مش هاخدها لحد الاخر، مش لحد البي وكيو، لا، من واحد لام، واحد لان. وفي الاخر احط في الريزلت ايمج عشان اخد الجزء ده بس. ودي كده هتبقى الريزلت ايمج بتاعتنا. هنلاقي ان احنا طالما وديناها للفريكونسي وعملنا عليها اوبريشنز الفريكونسي ورجعناها تاني للسبيس، المفروض انها هتطلع كومبلكس. فاحنا هناخد الجزء الريل بتاعها، وبعد كده هرجع بقى ان هي المفروض كانت دبل، لو فاكرين كنا حولناها دبل فوق هنا كده، فهرجعها تاني انسايند انتجر 8 عشان اقدر ان انا اشتغل عليها كايمج عادية، واقدر ان انا ارسمها واشوفها، وهنشوف الايمج شكلها عامل ازاي. تعالوا نرن السكريبت. تمام. طيب دلوقتي الاوت طلع لنا، المفروض ان احنا دي الصورة الاصلية، ده بعد ما عملنا لها بادي، ده بعد ما عملنا ترانسفورم، وده بعد ما ضربناها في الفلتر، ده لما عملنا انفرس فورير، وبعد كده لما قطعناها بقى طلع لنا الشكل ده. هو في الاخر الصورة دي واضح انها بلورد فعلا زي ما كنا متوقعين، هو اللو باس فلتر بيعمل سموزينج او بلورينج. تمام جدا. تعالوا كده نجرب، احنا جربنا الجاوسيان لو باس، تعالوا نجرب الجاوسيان هاي باس. ناخد من اول هنا كده ونعمل ران للجزء ده. هنلاحظ ان يعني زي ما انتم شايفين كده الكود بياخد وقت في الران، وده سببه الفور لوبس الكتير. الفور لوبس الكتير دي يعني هي معمولة بغرض التبسيط، ان احنا نشوف الايكويشنز قدامنا شكلها عامل ازاي. بس الكلام ده ممكن يتعمل له اوبتمايزيشن يعني جدا، بحيث ان هو ما ياخدش وقت كبير. يعني ابسط حاجة مثلا جزء البادنج ده، تمام؟ دلوقتي مثلا يعني ممكن اخد، احنا عندنا دي البادد ايمج، ممكن اقول انها الايمج بتاعتي واعمل لها كونكاتينيشن مع زيروز. عندي ام وان، تمام؟ والكلام دوت المفروض ان انا هاخده احط تحتيه زيروز ام وان، يعني بمعنى ان انا دلوقتي كان عندي دي الصورة الاصلية، ودي كده خدتها حطيتها هنا، زودت عليها صفار من اليمين، وبعد كده نزلت رو عملت اصفار، مربع هنا من الاصفار، مربع هنا من الاصفار، كل مربع فيهم ام وان. بس بكل بساطة كده انا عملت البادد ايمج بتاعتي بدل ما اعمل فور لوبس، ودي المفروض انها تاخد مني بدل ما تاخد مني وقت كبير يعني، تمام؟ طيب عظيم جدا. ده كده الشكل بتاع الهاي باس جاوسيان لو باس، هاي باس جاوسيان فلتر.
دي الصورة الأصلية بعد ما عملنا بادنج، عملنا ترانسفورم. بعد كده المفروض إن احنا خدنا ده ضربناه في الفلتر بتاعنا. طبعا يعني المفروض إن في حتة صغيرة قوي هنا كده بصفر، مش هتوضح قوي. طيب هو المفروض يعني إن احنا تفتكروا كده نكون بنحدد الثريشولد بتاعنا. الثريشولد بتاعنا كان 10، فالمفروض ان احنا في دايرة هنا قطرها 10، ودي حاجة صغيرة بالنسبة ل 512 طبعا، او كمان ده ضعف 512، نتكلم في الضعف. ففي دايرة هنا صغيرة بإيه؟ بصفر. تمام. بعد كده المفروض لما نرجع، شوف سبحان الله، يعني احنا حاجة صغيرة جدا، بس لما جينا رجعنا بالايمج وعملنا شلنا البادنج بتاعها، بص الشكل بقى عامل ازاي. طيب تعالوا كده نجرب نكبر الثريشولد، خليه 100 مثلا. تمام، ونشوف كده هيظهر لنا ايه. تعالوا نرن الجزء ده. المفروض بقى الدايرة نفسها تطلع لنا أكبر، يعني المفروض نشوفها واضحة لينا، يعني الدايرة اللي هي بتاعت الفلتر نفسه المفروض توضح لنا إن شاء الله. وطبعا الصورة تتفلتر أكتر في الهاي باس فريكونسي، يعني الإيدجز اللي هي الأكتر توضح لنا. واضح كده ان في البلوتينج بتاع الترانسفورم مش احسن حاجة، ف يعني مش مطلع الحاجة اللي احنا متوقعين انها تطلع. فالترانسفورم نفسه محتاج يعني البرينتينج بتاعه المفروض ان هو بيطلع الريل بارت بتاع الكومبلكس انبوت اللي هو المفروض بتاع ترانسفورم. طيب تمام. عامة يعني الشكل المفروض ان هو اللي احنا متوقعينه زي ما قلنا، يبقى فيه دايرة سودة هنا والباقي كله المفروض ان هو يكون الايمج بقى بتاعتنا. تمام. طيب دي كده شكل بقى واضح ان في ايدجز بقى ايه، يعني كده باين الى حد ما الايدج ديتكشن. احنا عندنا في ايدجز هي اللي باينه، ده لما زودنا الثريشولد شويه. تمام جدا. عندنا ايه كمان؟ في اللي هو الهاي بوست فلترنج، تعالوا نجربه برضو. ده المفروض ان هو بقى يطلع لنا ده هاي باس فلتر عادي جدا، ومعاه الجزء الدي سي بتاعه. تمام. طيب فتعالوا كده نشوف هيطلع لنا ايه. تعالوا برضو نبص على الفانكشنز بتاعت دي كده. الفانكشن بتاعت الجاوسيان لو باس فلتر كنا اتكلمنا عليها. الجاوسيان هاي باس فلتر مجرد بس بيحط واحد ناقص الايكويشن اللي عندنا دي، ان احنا قلنا الهاي باس هو واحد ناقص اللو باس بكل بساطة. تمام. والهاي بوستنج فلتر دوت المفروض ان هو بيبقى بيجمع على الفلتر نفسه، ده كده هاي باس فلتر عادي جدا، بيجمع عليه قيمة دي سي اللي هي بالنسبة له هنا بيجمع 75%. فلقينا ان احنا يعتبر الجزء الدي سي بتاعنا
موجود عادي جدا، تمام. عشان كده الصورة واضح انها واضحة بالنسبة لنا. المفروض ان هي برضو ال edges بتاعتها تكون طالعة اكتر، يعني حاجة شبه كده، تمام. يعني ال edges واضحة شوية، والصورة نفسها مش مظلمة زي دي، تمام. ان انا هنا بلغي الدي سي، هنا بسيب جزء الدي سي او الافريج بتاع الصورة موجود عندي، فبالتالي بيديني وضوح في الصورة نفسها، تمام. طيب عظيم جدا. هنلاقي نفس الكلام في فانكشنز بقى مطبقة، يعني لو باس فلتر في حالة الباتر وورز، بس هنا بيخش لنا كمان الاوردر. لو فاكرين احنا كان عندنا في الباتر وورز بيبقى فيه اتنين فاريبلز، الدي نود والاوردر نفسه، تمام. طيب عظيم جدا. وعندنا برضو الهاي باس باتر وورز فلتر، الهاي باس دي الايكويشن بتاعته، تمام. المفروض انها ايكويفالنت عادي جدا، ان احنا ممكن نقول واحد ناقص اللو باس برضه، تمام. هو دي يعني طريقة ريبريزنتيشن تانية لي. ايه تاني عندنا برضو؟ ده بقى اللي هو الهاي باس، ده مجرد بس اللي هو الهاي باس فلتر، وبنجمع عليه جزء بيشفته لفوق شوية، اللي هو يعتبر زي دي سي شيفت، علشان ما نلغيش الجزء اللي هو بتاع الدي سي، تمام. يا ريت بقى تجربوا الجزء اللي هو بتاع الباتر وورز، وتغيروا في الاوردر وفي الثريشولد، وتشوف المفروض هيطلع ايه. المفروض كل ما نكبر الاوردر، كل ما زي ما قلنا نقرب اكتر للايديال كيس، تمام. قلنا كل ما نزود الاوردر كل ما نقرب للايديال كيس، وكل ما بكبر الثريشولد لو انا شغال مثلا لو باس، كل ما بكبر كل ما باخد داتا اكتر من الصورة الاصلية معايا، تمام. كل ما بقلله كل ما بشيل حاجات اكتر، والعكس في الهاي باس فلتر، كل ما الدي تكون صغيرة كل ما الدي يكون صغيرة كل ما هاخد داتا اكتر من الايمج، كل ما الدي تكون كبيرة يبقى هركز اكتر في الايدجز نفسها، تمام. ده كده بكل بساطة implementation للفلترز في الفريكوانسي دومين. يا رب تكونوا استفدتوا، ولو عندكم اي استفسارات طبعا معاكم ان شاء الله في اي وقت. شكرا ليكم.